أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بما عبرت عنه مضامين البيان المشترك الصادر عن أمير دولة قطر ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وإذ أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على موقف دولة الكويت الداعم لكل الجهود المبذولة في إطار التوصل لاتفاقات من شأنها وقف العدوان على قطاع غزة لتجدد تثمين دولة الكويت للجهود المستمرة التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التصعيد وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.